مجال مغناطيسي منتظم مقداره 3×10 تسلا، إذا غين تساوي 3×10 تسلا. يخترق سطحا مساحته ألف تساوي 6×10 متر مربع بزاوية تميل 30 درجة عن مستوى السطح. هذا هو مستوى السطح، تميل إذا 30 درجة عن مستوى السطح. احسب التدفق المغناطيسي عبر السطح. إذا التدفق المغناطيسي فا يساوي غين مضروبة في ألف مضروبة في جتا الزاوية ثيتا. غين وهي عبارة عن 3×10 تسلا مضروبة في 6×10 متر مربع مضروبة في جتا الزاوية ثيتا. عرفنا أن الزاوية ثيتا هي الزاوية ما بين المجال المغناطيسي والعمودي على السطح، أي هذه إذا الزاوية ثيتا. إذا 90 ناقص 30 تساوي 60 درجة، جتا 60 وتساوي 9×10 لأن جتا 60 هي نص. الآن المطلوب الآخر التغير في التدفق المغناطيسي. التغير في التدفق المغناطيسي عندما ينعدم المجال المغناطيسي. ينعدم المجال المغناطيسي عند غين 2 فقط، إذا تساوي غين 2 صفر. إذا دلتا غين تساوي غين 2 ناقص غين 1. 0 ناقص 3×10 تساوي -3×10 تسلا. الآن التغير في التدفق المغناطيسي يعطينا دلتا غين في ألف في جتا الزاوية ثيتا وتساوي -3×10 مضروبة في ألف المساحة 6×10 أيضا في جتا 60، والإجابة -9% ويبر. هنا أيضا 9% ويبر. ومعنى الإشارة السالبة هنا أن التدفق المغناطيسي يتناقص.